دشن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الجزء الثاني من كتاب التراث العالمي في البلدان العربية بدعم من مجموعة جي اف اتش المالية. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في العاصمة الرباط بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي. مراسلتنا في الرباط والتفاصيل. الحدث اليوم كان متميزا وكبيرا في حجمه ودلالاته. هنا بالعاصمة الرباط جمع غفير من مفكرين وأدباء وأهل الحرف والقلم شاركوا باحتفالية إطلاق الجزء الثاني من كتاب التراث العالمي في البلدان العربية تحت إشراف معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. الاحتفالية التي استضافتها المكتبة الوطنية للمملكة المغربية. هذا اللقاء اليوم لتدشين الجزء الثاني من كتاب معالم التراث الوطني العالمي العربية المسجلة في قائمة التراث الإنساني العالمي. اخترنا المغرب كمحطة أولى، كمحطة عربية ندشن فيها الكتاب الذي تم تدشينه للمرة الأولى في اليونسكو. وقد رعت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الحفل بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية البارزة وممثلين عن منظمات عالمية، وتوجهت معاليها لحضور الحدث بكلمة مؤثرة أكدت فيها أن إطلاق الجزء الثاني من الكتاب الذي يوثق لتراثنا الحضاري المادي من المملكة المغربية الشقيقة يأتي لما تتشاركه المملكتان من قيم وأساسا حلم الثقافة، بتعبير معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة. اليوم نمثل الرعاة الرسميين لحفل تدشين كتاب مواقع التراث العالمي في البلدان العربية، وأنتهز الفرصة لشكر معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة من هيئة الثقافة والتراث والآثار بمملكة البحرين، وأنتهز الفرصة للتحدث عن مشاريع مجموعة جي اف اتش المالية، بحيث أنها استثمرت في مشاريع عقارية حيوية بالمملكة المغربية. الجزء الثاني من الكتاب رأى النور بدعم كريم من مجموعة جي اف اتش. هشام الرئيس الرئيس التنفيذي للمجموعة أكد بدوره أن تدشين الكتاب في المغرب ملائم للغاية نظرا لكونها دولة ذات تاريخ ثقافي ومعماري ثري، وتحدث أيضا عن تأثير هذا الرصيد المعماري في مشاريع التطوير العقاري الشهيرة لجي اف اتش في المغرب. تخطو مملكة البحرين بهذا الإصدار الهام خطوة أخرى على درب حماية المشترك الحضاري العربي، فالكتاب يضم بين دفتيه ما أنتجته العبقرية العربية في العمران والثقافة وما زان مدنها من جمال. صار إدويس عدن، قناة البحرين من الرباط.